المصاعب غالبا ما تحضر الناس العاديين لمستقبل غير عادي. ومشكلة الكثير من الناس اليوم أنهم ينظرون إلى ماضيهم لكي يقرروا من هم في الحاضر، وينظرون إلى الماضي لكي يقرروا ماذا يمكن أن يكونوا عليه في المستقبل. والمشكلة في كثير من الأحيان أيضا هي أن الناس تخلط بين الصعوبات والألم والمعاناة والظروف، وبين أن تكون سيئة وغير نافعة أو أن تكون أقل من الغير. وهذا ما يقوض إحساسهم باحترام الذات، وهذا ما يدمر إحساسهم بقيمتهم الذاتية. ولكن لا شيء يمكن أن يكون أكثر بعدا عن الحقيقة من هذا الاعتقاد، لأنه في الواقع مهما كان الأمر الذي مررت به ومهما كانت الصعوبات التي تجاوزتها، فقد كان كل ذلك يشكلك ويصنع شخصيتك ويحضرك للشخص الذي يمكن أن تكون عليه في المستقبل. المعاناة والصعوبات والألم، كل هذا يجعلك أكثر صرامة وأكثر صلابة، لأنه حرفيا في الصعوبات سوف تبدأ في التعرف على كم أنت قادر عليه، وفي المعاناة سوف تكتشف مدى مرونتك، وفي الألم سوف تتمكن من النهوض مجددا والحصول على ما تريد. وكل هذا سيخدمك وأنت تمضي قدما، ولكن عليك أن تعرف كيفية الاستفادة من هذه الظروف. عليك أن تعرف أن كل ما مررت به كان فرصة لتعلم شيء جديد، وفرصة للنمو الشخصي، وفرصة للتحسن والتطور والصلابة. عليك أن تعرف وتؤمن أن الألم والمعاناة كانت كلها تخدمك. ولو كنت تقول لنفسك قصة مغايرة، قصة تنتقص من قيمتك الذاتية، لو كنت دائما تخبر نفسك القصة السلبية، كم أنت غير قادر، كم أنت غير مؤهل، كم أنت لا تمتلك المهارات، كم هي الأمور سيئة، وتتراجع عن هدفك، فإنه لن يمكنك الوصول إلى أي مكان، ولن يمكن لأي شخص أن يساعدك، وستبقى دائما تتحرك إلى الوراء، وسيكون هذا الضغط والإحباط الذي وضعته أمامك ونصب عينيك يدفعك إلى الوراء ويبقيك في الظل. بدلا من ذلك، إذا كان بإمكانك وضع هذه الأمور خلفك، فإنها ستشكل الدافع الذي يدفعك إلى الأمام. ومهما كان ما حدث لك في الماضي، عليك أن تؤمن أنه يمكنك أن تصبح شخصا متميزا وناجحا في المستقبل. وحتى عندما ترتكب أخطاء، وحتى وأنت تسقط، إذا استطعت أن ترى أنها فرصة وأنها درس قد تتعلم منه، وحتى عندما تركض وتتعثر ثم تقف وتتابع، فأنت تتقدم إلى الأمام. لا يهم أنك سقطت، ولا يهم أنك محرج، ولا يهم أنك أخطأت في مكان ما. الشيء الوحيد الذي يهم هو كيف تنظر لهذه الأمور، وكيف تنظر لتلك السقطات وتلك الصعوبات. كيف تراها؟ هل تراها دافعا أم تراها رادعا؟ أو هل تقول لنفسك أنك على الأقل قد حاولت، ويكفيك شرف المحاولة، وأنك على الأقل قد وضعت طاقتك في شيء ما، أو على الأقل كنت على استعداد للمخاطرة؟ وهذا هو المكان الذي يفشل فيه معظم الناس، لأنهم لا يرغبون أبدا في وضع أنفسهم في هذا الموقف، لأنهم لا يرون الزخم، ولا يرون المستقبل، ولا يرون الحركة، ولا يرون الحركة إلى الأمام. كل ما يرونه هو الفشل وليست الدروس. نعم، بهذه السهولة. وأنا أعلم أنك قد سمعت هذا مئات المرات،
وأعلم أن الناس قد قالوا لك أن الفشل جزء من عملية التعلم، ولكن المشكلة في الصوت الداخلي، صوتك الداخلي الذي يقول لك لا تستطيع، صوتك الداخلي الذي يخبرك أنك لا تستحق. وهنا الأمر متروك لك، هل تتجاهل هذا الصوت أو تنصت إليه وتصدقه؟ الأمر متروك لك لإثبات أن ذلك الصوت خاطئ، والأمر متروك لك لكي تحب نفسك وتطورها وتجددها وتمضي بها إلى الأمام. آمن أن القول أسهل من الفعل، وأعرف أن الكثيرين منا يجب أن يقوموا بالكثير من الأمور ليستحقوا المراتب العالية، ولكن أعلم أيضا أن علينا التشجع وعلينا اتخاذ تلك القفزة متسلحين بالإيمان وليس فقط بالمعرفة، أن نتسلح بالإيمان حتى نقفز إلى الأمام بقلوب قوية، وعلينا أن نكون على استعداد للنظر في أوجه القصور لدينا، وعلينا أن نكون على استعداد للنهوض والقيام بذلك مجددا ومجددا ومجددا، وعلى استعداد لخدمة أنفسنا ونحن ندين بذلك لأنفسنا، أن نكون استباقيين وطموحين وعاملين. وإذا فعلت ذلك أيها الشاب فلن تحتاج إلى إنجازات غير عادية، أنت فقط تحتاج لمعرفة أنك تحاول ذلك، أنت تحتاج لمعرفة أنه عندما تسقط سوف تعود وتقف، وعليك أن تعرف أنك ستواصل المضي قدماً طالما يتطلب الأمر ذلك، وعليك أن تعرف أنك لن تستسلم اليوم حتى لو كنت قد استسلمت في الماضي، وعليك أن تعرف أن وظيفة الألم هي دفعك للتحرك وليس دفعك للمعاناة. وعندما تعرف ذلك عن نفسك وتعرف أن كل يوم هو موعد وفرصة لإعادة اكتشاف نفسك، يكون هذا كل ما تحتاج إليه، هذا كل ما تحتاج إليه من أجل بناء قيمتك الذاتية واحترامك لنفسك، أن تقول لنفسك أنك سوف تفعل اليوم شيئا أفضل مما فعلته بالأمس. هذا كل شيء تحتاجه، لا ضرورة لأن تكون رائعا ومشهورا وتحمل الألقاب الرسمية وغير الرسمية لكي تتقدم في الحياة، لا داعي لكل ذلك، لأن النجاح ينبع من الداخل ويعود إليه.